يعني امر محزن حقيقه. احنا دائما فرحتنا منقوصه، يعني احنا عندنا علامات استفهام على كثير من التحضيرات اللي مثل ما تفضل كابتن سلام لم تكن بالطريقه المثاليه ولم تكن مبكرا من خلال تجهيز اللجان، عمليه التفكير بميزانيه المشجع العراقي، وبالتالي ليش دائما اخلي هذا السعر للتذكره وارجع انزله، وكثير من الامور اللي ممكن نتلافاها بوقت اخر. اما مساله انه ينقطع التيار الكهربائي بشكل مفتعل، هذا موضوع يعني عليه كثير من علامات استفهام، موضوع ما ينسكت. لا انا ايدك بالراي 100%، يعني يجب على الحكومه يعني تتدخل بهذا الموضوع من خلال وزير الشباب ووزير الرياضه والشباب. هذا الملعب صار عليه لغط بكثير من الامور. نتذكر السيد فلاح منفي طلع على كثير من البرامج وتحدث عن موضوع النقص بالمبالغ اللي يعني اخذها، وكان اكو كثير من الشروط اللي وقفوا تنفيذها بسبب عدم يعني استلام المبالغ الكافيه، وبالتالي صارت كثير من علامات استفهام على هذا العقد تحديدا. واكثر من مره شاهدنا اكو نقوصات بهذا الملعب، سواء من خلال موضوع النجيل اللي هو الثيل الطبيعي، نوعيته، الصفار اللي صار به بعض الاحيان. حتى يوم امس اذا شفت اللاعبين اكثر من لاعب يزحلق بطريقه غريبه، انا شفتها، انا على بالي الحارس كان مرتبك في حاله، مره يوسف الامين، مره ماكنزي بالشوط الاول، مره زيد تحسين، ما ادري هل هي كانت، انا اللي اعرف يوم امس كان جو حار جدا، فما اعتقد انه كان الملعب يعني بيه مي بطريقه او راشيه بنسبه معينه من المياه، هي اكثر من النسبه اللي في بعض الملاعب الاوروبيه والعربيه يعني تم سقيها لعمليه تسريع رتم المباراه، هذا معروف يعني بالعالم كله. يعني لاحظت اكو كثير من النواقص، اما موضوع هذا يعني البارحه تكلمت به اغلب يعني البرامج، وانا ايضا تحدثت به وقلت يعني الموضوع هذا يجب ان يحاسب من كان به، وابسط مقوم انه تقدر تكشف من هو الفاعل هي مساله تواجد الكاميرات، هي للاسف مفقوده.